بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إخواني جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردنا سؤال على قناة خدمات النخيل، وتكرر هذا السؤال. بالواقع هذا السؤال أخ من السودان يقول أنه إذا زرع نواة فهل تخرج، يعني ممكن زراعة النخل من النواة، وكيف يميز إن كانت ذكر أو أنثى؟ ونظرا لتكرر هذا السؤال مرات عديدة من الأخوان وكذلك من المهتمين في النخيل، طبعا كما هو مشهور ومعروف عند مزارع النخيل أن طرق تكاثر النخيل الآن المتاحة، طرق زراعة النخيل هي 3 طرق موجودة. الطريقة الأخيرة هي حديثة، الطريقة الأولى وهي أهم طريقة والتي تورثها مزارع النخيل هي زراعة النخيل من الفسائل. هذا الآن نخلة عدوة، عدوة المدينة. نحن الآن في مزارع طيبة أخوان للتمر العضوي في المدينة المنورة. هذه نخلة عدوى التي كلما ذكرناها نذكر أنفسنا والمسلمين بفضيلة تمرها. هذه عجوة المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالتصبح ب7 تمرات عجوة من عجوة المدينة. ففي الحديث النبوي الشريف عن سعد بن وقاص رضي الله عنه: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وكلما تكلمنا عنها نؤكد على من يستطيع أن يتصبح ب7 تمرات عجوة منها فليحرص على ذلك، فإن فيها خير وبركة كبيرة وحفظ ووقاية بإذن الله تعالى. ونخص بذلك أهل النخيل في المدينة المنورة، أهل النخيل في المدينة المنورة متيسرة لهم تمرة العجوة. فلا تحرم نفسك يا أخي، أنت وأهل بيتك أن تتصبح ب7 تمرات عجوة كل يوم، فإن بإذن الله تعالى فيها بركة وفيها وقاية وفيها خير بإذن الله تعالى، كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيما يخص النخيل أخي، هذه نخلة عجوة، كيف نزرعها؟ النخيل سواء العجوة أو الصفاوي أو جميع أصناف النخيل، الطريقة الرئيسية لتكثير النخيل وزراعته هي من الفسائل أو الصنو، يسمونها المدينة صنو، عملنا فيه فيديوهات سابقة. هذه الفسيلة، تخرج من قاعدة أمها، هذه الفسيلة تخرج من قاعدة أمها. طبعا النخلة يكون فيها أحيانا مجموعة من الفسائل 7، 8، 10 حسب حجم النخلة. هذا الآن فسيلة جاهزة للقلاع، تقلع بطريقة من أهل الخبرة، قلاع النخيل يفصلها بالعتلة من أمها، ثم تؤخذ كلها جذور صغيرة وتزرع تحمل نفس صفات أمها، سواء كانت عجوة أو صفاوي أو عنبرها أو أي نخلة من النخيل. إذا أخذناها من أمها الفسيلة تحمل نفس صفات أمها. هذه الطريقة الرئيسية المتوارثة عبر التاريخ في زراعة النخيل، أن التكاثر عن طريق الصينية وعن طريق الفسيلة. فسيلة العجوة تخرج نخلة عجوة بنفس صفات الأم، فسيلة الصفاوي تخرج نفس الشيء، الروثانة أي صنف إذا أخذت الفسيلة من أمه تأخذ نفس الصفات. طيب هذه عجوة، هذه ثمرة عجوة. لو أخذنا هذه النواة، نواة العجوة وزرعناها في الأرض، طبعا زراعتها بسيطة، ممكن هكذا فقط يحفر لها وتثبت، أحيانا كثير تنبت في المزارع بدون أحد يزرعها، لو وضعتها هكذا تنمو إن شاء الله تعالى، بعد فترة من الزمن تنمو بورقة واحدة وورقتين حتى تصبح نخلة كبيرة ضخمة. ولكن هذه النواة التي زرعناها الآن لا تحمل صفات النخلة، هذه تأتي نخلة مختلفة تماما، نخلة مختلفة تماما في الصفات وفي الشكل وفي الحجم، يسمونها المزارعين في المدينة لونة. اللونة هي النخلة المجهولة الهوية، لأن سبحان الله العظيم نسب النخيل مثل نسب الإنسان. هذه العجوة إذا أخذت فسيلتها عجوة فهي تأخذ نفس صفاتها، روثانة، صفاوي، عنبرة، ربيعة، بيض، أي صنف من النخيل تأخذ أمها. هذه نخلة أخذت يعني من أمها نفس صفاتها. أما هذه النواة تخرج بشكل مختلف. طبعا المزارع إذا رأى أنها نخلة جيدة بعد سنوات ممكن ينتخبها ويعطيها اسم، لكن ما يعطيها اسم عجوة، هذا ما يجوز لا عرفا ولا شرعا، لأن في تدليس على الناس، لأن هذه ما هي عجوة، فسيلة عجوة، نواة عجوة، لكن خرجت نخلة مختلفة وثمرتها مختلفة.
فأفضل طريقة لزراعة النخيل هي من الفسائل حتى تكمل جميع الصفات. ولا ننصح بزراعة النوى مطلقا، ولكن يمكن زراعة النوى وتخرج منه لمن لا يهتم بالصنف ويحتاج لسنوات حتى يختار من الأصناف، يمكن أن يزرع النوى. والنواة أيضا تخرج وتصبح فحل ذكر، تصبح ذكر. سأل الأخ أيضا كيف نعرف أن هذه النواة تخرج نخلة، يعني نخلة تنتج تمر أو فحل ذكر. لا يمكن معرفة ذلك إلا بعد الإنتاج، بعد ما تنتج النخلة إذا كان طلعها فحل ذكر المزارعين يعرفون ذلك فهي فحل، وإذا كان جيد يحتفظ فيها المزارع، وأكثر المزارعين يحتفظون في النوى لأنه فحول. وسنوريكم الآن نخلة ضخمة عمرها أكثر من 22 عام وهي أصلها نواة، ولكن نحتفظ فيها في المزرعة لأنها ذكر فحل. سنريكم إن شاء الله تعالى الفيديو الآن. سبحان الله العظيم، هذا مجموعة من النوى تحت هذه النخلة من النوى المتساقط. تبدأ هكذا، تبدأ هذه ورقة واحدة، بعد سنوات تصبح نخلة، وبعد سنوات أكثر تصبح نخلة طويلة ضخمة. فسبحان الله العظيم، هذه النواة تبدأ بورقة صغيرة ثم تصبح نخلة كبيرة. وهذه نخلة من نواة عمرها 3 سنوات تقريبا، متروكة في المزرعة أنها يمكن تكون فحل جيد فيحافظ عليه. هذه بعد سبحان الله كيف صارت بعد 3 سنوات. وهذا النخيل الطويل الآن طوله تقريبا 6 متر، عمره أكثر من 20 عام. هذه أصلها نواة، هذا النخيل أصله نواة، والآن هو فحول، وجد أنه فحول جيدة فتركت. هذه من النواة سبحان الله العظيم، وقد تكون نخلة، ولكن مثل ما ذكرنا أنها نخلة تسمى لونه ولا تسمى باسم النواة التي زرعت منها. وغالبا النواة اللي يخرج في المزارع المزارع أصلا لا يعرف أصله، ولو زرع النواة ويعرف أصلها فإنها مثل ما ذكرنا لا تخرج، ولا لا تخرج نفس النخلة، ولا تعطي صفاتها ولا شبيه منها. هذا سبحان الله العظيم نخل أصله من النواة. طبعا وضحنا بالفيديو يعني في أول الفيديو عن أفضل طريقة لزراعة النخلة هي من الفسيلة، وأن طريقة النوى طريقة لا يستخدمها المزارعين لأنها تنتج نخيل مجهول الهوية، وغالبا يكون جودته منخفضة أو يكون فحول. الطريقة الثالثة الحديثة هي طريقة الزراعة النسيجية. مع تطور العلم توصلت مراكز الأبحاث والمعامل في سبحان الله العظيم تكثير النخيل من النسيج. يأخذ من نسيج النخلة وغالبا من قلب النخلة، طبعا قلب النخلة هو النسيج الوسط النخلة من الجمارة، يأخذ نسيج ويحفز في المختبر حتى يصبح قادر أنه ينمو، ثم يتم تنميته في بيئة مختبرية ويوضع بعد ذلك في بيئة خارجية وتنمو، وتصبح في البداية تماما مثل النواة اللي شاهدناها، تكون ورقة واحدة ثم ورقتين ثم 3. طبعا الزراعة النسيجية يأخذ الصنف نفس صفات الأم، فإذا أخذت زراعة نسيجية للصفاوي أو العجوة أو المجدول تأخذ نفس الصفات. ولكن أيضا لا ننصح بالزراعة النسيجية، أول ما ننصح هي بالزراعة الفسائل، لأن يا أخي المزارع عندما الزراعة قضية طويلة، زراعة النخيل ومكلفة، وأهم شيء فيها هو اختيار الأصناف الممتازة. بعض كثير من المزارعين استسهل الزراعة النسيجية لأنها متوفرة، ولكن بعض الأصناف وجد المزارعين على الزراعة النسيجية ملاحظات عديدة، منها أن النخلة ما تقبل التأبير، أو أنها تحت، أو الصفاء فيه تغير في بعض الصفات. هذا يعتمد على جودة المعمل وشهرته، وزراعة موجودة ولكن لا ننصح فيها إلا لمن يحتاج لها حقيقة، لأن أفضل شيء هو أنك تأخذ الفسيلة من أمها وتزرعها، هذا هو أفضل شيء.
هذا ما احببنا توضيحه للاخ الذي سالنا، وكذلك يتكرر هذا السؤال. وملخص الامر ان زراعه النخل من النوى لا تعطي نخل جيد، ولا تعطي نفس الصفات للنخله، ولا تعطي نفس صفات امها. وكثير تاتي فيديوهات وينشرون بعض الاخوان بعض الطرق انها ممكن انك تعمل بالفسيله او تعدل بالنواه، تشيل بعض الجذور تطلع ذكر، تشيل بعض الجذور تطلع نخله عاديه، انه ممكن. لا، جميع هذه الطرق لم يثبت منها اي شيء، لم يثبت عند مزارع حسب علمي وما تورثناه وما عرفناه انه زرع فسيله نواه لنخله واحده ثم طلعت هذه النخله نفس صفات النخله. فمن يريد ان يزرع نخل جيد ياخذ الفسائل من مصدرها من امهاتها. هذا ما احببنا توضيحه للاخ ولمن يسمع، نسال الله ان يجعل في ذلك علما ننتفع به، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين.